الصف الثالث ان شاء الله تكون معامل. النهارده هنستكمل مواضيع الكيمياء بموضوعين مهمين جدا ويهمونا جدا جدا لصحتنا على الغياب، اللي هو موضوع الفيتامينات والعناصر المعدنيه. مبدئيا كده الفيتامينات اخر ماده عضويه، العناصر المعدنيه دي ماده غير عضويه بس داخله في المغذيات اللي هي الكربوهيدرات، داخله في التركيب الكربوهيدرات والبروتينات، يعني لها دور مهم جدا في قلب المغذيات اللي هي العضويه، لكنها برضه ملحوظه العناصر المعدنيه دي مركبات غير عضويه. هنتكلم عن الفيتامينات الاول. موضوع الفيتامينات ده انا ممكن الخصه في سؤالين مهمين، بس سؤالين عايزين فهم درجه عاليه جدا، والموضوع ده يهمنا كلنا زي ما احنا اتفقنا في الاول. الفيتامين يعني ايه فيتامين؟ الفيتامين زي اي مركب عضوي، تعتبر مركبات عضويه. يبقى لما اقول لك اعرف الفيتامينات هما دول السؤالين، تقول لي هي مركبات عضويه بيحتاجها الجسم بكميات قليله جدا جدا جدا، يعني لابد من وجودها في الغذاء بكميات قليله. كميه قليله دي لفتت نظري، يعني لو زادت يحصل ايه؟ ممكن يؤدي لتسمم في الفيتامين، ولذلك لا نبالغ في كميه او تناول الفيتامينات. نرجع للتعريف، هي مركبات عضويه موجوده في الغذاء بكميات قليله، ولها دور جد مهم جدا الكميه القليله دي لحفظ الوظائف الحيويه داخل الجسم، يعني من غيرها الكبد مش هيشتغل مظبوط والقلب مش هيشتغل مظبوط. اول ما بتنقص لازم تظهر على الجسم اعراض مرضيه، بتختفي الاعراض دي بمجرد ما اخد الفيتامينات دي. يبقى لما اقول لك ده مصطلح للعباره الاتيه، هي عباره عن مركبات عضويه موجوده في الغذاء بكميات قليله لحفظ الوظائف الحيويه داخل الجسم، تقول لي الفيتامينات. طب عرف الفيتامينات، تذكر لي التعريف ده مهم جدا. طب نيجي للشق الاخر من السؤال، ما هي اقسامها؟ نظرا لان الفيتامينات عددها كبير فقسموها نوعين. لو ان في فيتامينات مجرد ما باكل الدهون باكل الفيتامينات اللي دايبه فينا، فقسموها لقسمين رئيسيين. القسم الاول تذوب في الدهن، وفي قسم اخر يذوب في الماء. طب ايه هي الفيتامينات التي تذوب في الدهن؟ الفيتامينات التي تذوب في الدهن ارجوكم ما تنسوش اربع حروف. الف اللي هو ايه؟ و د اللي هو دي، و ه اللي هو اي، و انا عايزك تحفظ الحروف العربي والانجليزي ضروري ضروري، لان ممكن اقول لك اسكت وظيف اهميه او اعراض نقص فيتامين د، انت حافظه د. طب انا بقى جت في الامتحان اسكت اعراض نقص فيتامين دي، فانت تقول دي د. طب فيتامين ه هاجي لك اغير الصيغه اقول فيتامين ايه، فانت تقول انا حافظها بالعربي، تبقى انت عارف الاجابه ومش عارف ان ه اللي هو ايه، ومش هتجاوب السؤال لو انت مش حافظ بالنتيجه. الف ودال وه وكاف اللي هو كيف. يبقى ممكن في الجزء ده اقول لك اكمل. الفيتامينات التي تذوب في الدهن هي نقط ونقط ونقط ونقط، تكون انت حافظ الف د ه ك اي دي اي ك، صح ام خطا؟ ده عباره صح ام خطا. يعتبر فيتامين الف من الفيتامينات التي تذوب في الماء، طبعا العباره دي خاطئه، ده بتذوب في الدهون، يعني الاربعه دول اللي بيدوبوا في الدهن بس. طب يا ترى ايه اللي بيدوب في الميه؟ فيتامينين اتنين مهمين جدا، ج اللي هو اختصاره سي، ده اول حرف من الاسم بالانجليزي سكوربيك اسيد، ج اللي احنا بنقوله بالعربي فيتامين ج سكوربيك اسيد اللي هو سي، ومجموعه فيتامين ب بي مجموعه. يبقى سؤال كمان مره، اذكر اقسام الفيتامينات، تقول لي فيتامينات تذوب في الدهن
ألف ودال ودال وهي وكان. الفيتامينات التي تذوب في الماء مثل ب وج. السؤال ده مهم جدا، جاوبنا الشق أو نص الدرس الأول. عرف الفيتامينات ثم اذكر أقسامها. نتيجة السؤال الثاني، كل فيتامين من الفيتامينات دي له دور مهم جدا داخل جسم الإنسان. لو نقص يظهر أعراض مرضية، تختفي الأعراض المرضية بمجرد ما أخد الفيتامين، بس برضه نرجع للنقطة بكميات قليلة على حسب إرشادات الطبيب. لأن في حاجة اسمها تسمم فيتاميني، لو بلغت في كمية الفيتامين اللي أنا باخدها ينقلب لضد تسمم. ولذلك استخدام الفيتامينات بحرص شديد على حسب تعليمات الطبيب. ويفضل ان انا اخدها من مصادرها الطبيعيه. نيجي ناخد فيتامين اعراض نقصه ومصادره. هنبتدي بفيتامين الف. ايه؟ لو انا جبت النبات مش هلاقي فيه فيتامين الف، بس جواه الماده المسؤوله عن تخليق فيتامين الف. اللي هي اسمها الكاروتين وخاصة البيتا كاروتين. أنا لو كلت الخس وأنا باكله كده باكل معاه البيتا كاروتين. البيتا كاروتين هو بيتحول إلى فيتامين ألف. وده بيأثر على الإبصار. طب أعراض نقصه إيه؟ ضعف الإبصار اللي هو مصطلح اسمه العشاء الليل. العشاء الليل اللي هو ضعف الإبصار. يبقى ممكن اقول لك انا اكمل من اعراض نقص فيتامين الف مرض نقط. يا ريت تكتبوا الاسئله دي. العشاء الليل. طيب من مصادر فيتامين الف اقول له الكبد، خس، لبن، منتجاته، المارجرين. طب ننقل الفيتامين ده. فيتامين ده فيتامين غير حقيقي. يعني ايه غير حقيقي؟ يعني الشخص مجرد ما يتعرض لأشعة الشمس يتكون جوه جسمه فيتامين د. ازاي؟ في مادة تحت الجلد اسمها الاستيرولات، السيتسترول والأرجسترول تحت الجلد، مجرد ما تتعرض لأشعة الشمس المباشرة فترة معينة من الزمن تكون لي فيتامين، هي تتحول إلى فيتامين د. طب أهميته إيه فيتامين د؟ ده بيساعد على امتصاص الاملاح وخاصة الكالسيوم. يعني انا في جسمي كالسيوم كتير موفرة ومفيش فيتامين د، خلاص مفيش حاجة هتساعد على امتصاصه. يعني فيتامين د دوره ان هو بيساعد على امتصاص الكالسيوم؟ فيبني العظام والاسنان. طب لما ينقص فيتامين د هيحصل ايه؟ هلاقي ظهر مرض عند الاطفال هو ضعف العظم اللي بيسموه كساح. طب لو كان راجل كبير في الكبار هيجي له حاجه اسمها لين العظام، حتى تلاحظ ان كبار السن بيمسكوا حاجه يسندوا عليها بحيث ان ايه بقى في لين في العظام، نسبه الفيتامين قليله. مش كل الناس طبعا، انما اللي بيحافظ على تناول الفيتامين خلاص. يعني ممكن يجي لي سؤال يقول لي هنا اكمل من اعراض نقص فيتامين د مرض نقط ونقط. اقول له الكساح عند الاطفال ولين العظام عند الكبار. نتنقل طب مصادره ايه؟ مصادره صفار البيض، زيت السمك، المارجرين، سمك السلمون غني بفيتامين د. نيجي للفيتامين اللي بعد كده، فيتامين اي اللي هو هيك. ده يعرف بفيتامين الإخصاب. يعني لو نقص يؤدي إلى العقم. ولذلك أكمل يعرف من أعراض نقص فيتامين ألف نقط، ويعرف فيتامين كي بفيتامين نقط، وهو ضد مرض نقط بفيتامين الإخصاب. يعرف بفيتامين الإخصاب وهو ضد مرض العقم. طب مصادره الخس، الخضروات الورقيه، البقوليات كلها اللي هو يوصل بها الفول السوداني والعسل الاسود والزيوت والمارجرين. نيجي لفيتامين كاف. فيتامين كاف ده من الفيتامينات التي تعمل على تقنط الدم. بمعنى
بيتخلق وجود الفيتامين بيساعد على افراز الجسم لهرمون اسمه البروثرومبين. البروثرومبين مفيش الفيتامين كاف في الحاله ديت، افراز البروثرومبين هيبقى ضعيف، فتلاقي الدم بقى عدم تجلط، ولذلك بيعرف فيتامين كاف بفيتامين تجلط الدم. ليه؟ لان هو بيساعد على افراز هرمون البروثرومبين الذي يعمل على تجلط الدم. طيب اجيبه من ايه؟ اجيبه من السبانخ، السلطه الخضراء والقرنبيط والكرنب وبرده المرجلين. يعني انا دلوقتي اختصرت لك مجموعه الفيتامينات التي تذوب في الدهن. ممكن يقول لي اذكر مصادر ويختار لك واحده منهم تكون انت حافظهم، يا ريت تعملهم في جدول. وممكن يقول لي اكله من اعراض نقص فيتامين الف مرض نقط، بينما نقص فيتامين د مرض نقط، ويعتبر فيتامين ه ضد مرض نقط العقم، ويعمل فيتامين كاف على تجلط نقط تجلط الدم. نيجي لمجموعه الفيتامينات التي تذوب في الماء. فيتامين ب يعرف بحمض الاسكوربيك، والفيتامين ده بيمنع مرض الاسكربوت. ايه مرض الاسكربوت ده؟ الضعف العام والوزير وهمدان الجسم، الواحد يحس ان هو مش قادر يمشي. ده نقص فيتامين ج اللي هو فيتامين سي، وركز في ده، ج ترجمته سي جاب اسكوربيك اسيد. طب انا دلوقتي عايز اخد الفيتامين ده، عليك بالكبد وعليك بالفلفل الاخضر والطماطم والخضروات، وخاصة الخضروات الورقية. نيجي لاخر مجموعة من الفيتامينات اللي هي مجموعة فيتامين ب. مجموعة انت قلت بي، اصل في بي واحد وفي بي اثنين وفي بي ثلاثة واربعة وخمسة وستة وتسعة واثناشر. مجموعة من الفيتامينات، وكل فيتامين اطلق عليه اسم معين. بمعنى لما اقول بي واحد اللي هو السيامين، لو نقص الفيتامين ده بي واحد ده يحصل التهاب في الاعصاب اللي احنا بنعرفه بمرض البيري بيري. طب انا عايز امنع المرض ده اضطر اخد ايه؟ اضطر اخد بقوليات، اضطر اللي هي الفول السوداني، اضطر اخد وخاصة الفول السوداني البيض اللبن ومنتجاته. طب فيتامين بي 2 الريبوفلافين بيساعد على صحة الجلد، ويعتبر مكون رئيسي لكرات الدم الحمراء في الجسم، وبيمنع مرض الكاتاراكت. هنتكلم على آخر فيتامين اللي هو فيتامين بي 3 اللي هو النياسين. ده نقصه بيسبب مرض الوزان اللي هو الضعف العام والوزان وتقرح اللسان اللي هو مرض البلاغرا. بالشكل ده تقريبا احنا غطينا الفيتامينات. نتنقل على العناصر المعدنيه اللي هو الجزء الغير عضوي. لاحظ انا قلت الكربوهيدرات، دي الكيمياء الحاره، بدانا بالكيمياء الحاره، درسنا الكربوهيدرات البروتينات والليبيدات الفيتامينات، دول كلهم الاربعه مواد عضويه. الاملاح المعدنيه ماده غير عضويه بس بتحصل في تكوين المغذيات اللي هي الكربوهيدرات والبروتينات والليبيدات والفيتامينات، يعني يعتبر عنصر رئيسي فيها رغم انها ماده غير عضويه. طب لو انا جيت اقول ما مقصود بالعناصر المعدنيه؟ انا لو جبت الماده العضويه وحرقتها حرقا تاما الاقي تراب، ده مش تراب، ده عباره عن العناصر المعدنيه اللي احنا بنطلق عليها الرماد. يعني لو انا قلت لك ضع مصطلح للعباره الاتيه، الجزء المتبقي بعد حرق الماده الغذائيه حرقا تاما الرماد اللي هو العناصر المعدنيه. العناصر المعدنيه، طب انا لو جيت اقسم العناصر المعدنيه هلاقي العناصر المعدنيه موجوده في قسمين رئيسيين لازم تكون موجودة بنسبة كبيرة، وفي نوع تاني موجود بنسبة قليلة. طب النوع اللي موجود بنسبة كبيرة اسميه ايه؟ اديله مصطلح ايه؟ عناصر معدنية كبرى. كبرى.
زي ايه؟ زي الكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم، كتير كتير عناصر كتيره. طب كلمه كبرى جايه من ايه؟ لابد من وجودها في المغذيات بنسبه كبيره، وممكن هو بيحتاجها الجسم بنسبه كبيره. طب افرض نقصت، يعني انا خدتها بس بنسبه قليله، في الحاله دي هتؤدي الى ظهور اعراض مرضيه. ليه؟ لان هو محددها له كبرى، بيحتاجها الجسم كميات كبيره. لما نيجي ناخد وظيفه العناصر الكبرى عنصر عنصر، هنلاقي ان هو دور مهم جدا. لو قل هيبان تاثيره في صوره مرض. طيب العناصر بقى اللي محتاجها الجسم كميات صغيره، عناصر معدنيه صغرى زي ايه؟ زي الحديد والمنجنيز والنحاس واليود والزنك و العناصر المعدنيه كتير. طيب نتناقش، يبقى انا ممكن اقول لك اذكر اقسام العناصر المعدنيه. تقول لي عناصر معدنيه كبرى وهي التي يحتاجها او توجد في المغذيات بنسبه كبيره، مثل الكالسيوم والفوسفور والمنجنيز والبوتاسيوم، والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم. طب العناصر المعدنيه الصغرى هي التي تنزل وجودها بنسبه قليله، مثل الحديد والمنجنيز والنحاس واليود. نيجي للنقطه الاخيره، طب ناخد عنصر عنصر ونتكلم على اهميته ومصادره. لو انا بصيت لاول عنصر الكالسيوم، دي من العناصر الكبرى لابد من تناولها بنسبه كبيره بكميات كبيره، لان لو خدتها بنسبه صغيره قليله هلاقي في لين في العظام. لا ده لين العظام ده بتاع فيتامين د، هو في علاقه بين فيتامين د وبين الكالسيوم؟ امال ايه؟ فيتامين د بيساعد على امتصاص الكالسيوم، الكالسيوم دوره الاساسي تكوين العظام والاسنان. طب لو نقص فيتامين ك، لو نقص الكالسيوم في الجسم يؤدي الى ظهور ايه؟ مرض ايه؟ اكمل. عند نقص عنصر الكالسيوم في الغذاء يظهر مرض نقط ونقط، اللي هو مرض ايه بقى؟ اللي هو مرض الصياح عند الاطفال ولين العظام في الكبار. اهم مصادره اللبن والجبن والزبادي والبقوليات والخضروات الورقيه والموالح والبلح. ننقل على عنصر كبرى تاني من عناصر الكبرى، الفوسفور. ده لما بقول كالسيوم لازم الفوسفور يصاحبه، فوسفات الكالسيوم يعني مصاحب للكالسيوم، يعني ينفع دور يبقى دور الكالسيوم. ايوه بيدخل في بناء العظام والاسنان، وهو بيحافظ على حموضه وقاعديه الدم. مصادره الذره، البطاطس، جميع انواع الخضروات موجود فيها بكثره. هناخد البوتاسيوم. البوتاسيوم بينزل للاعصاب، ولذلك كانوا بينصحونا يقول لك اللي عايز يعني يساعد على النوم اللي عنده ارق يفضل ياكل موز كده، موزه ولا حاجه او موزتين، بتساعد على الاعصاب، على ليه دور مهم جدا بالنسبه للاعصاب والعضلات. بيلعب دور هام في الاعصاب والعضلات، بيفور ممكن الارق يروح. ولذلك لما اجي اقول لك مصادر البوتاسيوم تقول لي الحبوب الكامله، البوتاسيوم، الموز واللبن والزبادي والبقوليات تعتبر من مصادر البوتاسيوم. اليود. اليود ده له دور على الغده الدرقيه، ولذلك يفضل تناول الاغذيه النباتيه اللي مزروعه في ارض غنيه بالاملاح وخاصه اليود. اصل اليود بيساعد على بناء هرمون الثيروكسين، بناء هرمون الثيروكسين اللي بيعالج او اللي له تاثير على الغده الدرقيه، والغده الدرقيه دي بتتحكم في الجسم. ولذلك يقول لك يدخل، اذكر الدور البنائي لليود. سؤال مهم جدا على فكره.
ما هو كل عنصر من العناصر دي له دور بنائي، بيبني حاجه معينه في الجسم. لو نقصت تظهر اعراض المرضيه، اعراض النقص. طيب اليود بيساعد على او يلزم بتخليق هرمون السيروكسين اللي له علاقه بالغده الدرقيه وبينشط النمو. ولو انا عايز مصادره يبقى الخضروات والفاكهه والاسماك. نيجي للمنجنيز، برضه له دور مكمل زي اليود، بيأثر على الغده الدرقيه. الحديد ده بقى بيساعد على نقل الاكسجين، بينقله من جميع اجزاء الجسم، يعني له علاقه بالدم وبيوزع الاكسجين في الجسم، وبناء كرات الدم الحمراء، يعني له تاثير على الهيموجلوبين الدمي. مصادره ايه؟ اللحوم الحمراء، السمك، يعني نقصه يعتبر بيؤدي الى ظهور الانيميا. طب اخده منين؟ انا مش عايز انيميا. او جاي واكل اللحوم الحمراء، السمك، الدواجن، الخضروات الورقيه وخاصه السبانخ. نيجي لاخر حاجه، الزنك. الزنك يعتبر الدور البنائي بتاعه مهم جدا في تكوين الاحماض النوويه الدي ان ايه. يبقى له دور هام جدا في بناء وتكوين الحمض النووي الدي ان ايه. طب من مصادره؟ المصادر بتاعته اللحوم الحمراء واللبن ومنتجاته. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.